أهلا وسهلا فيكم في قناة A and Y Games. يا الله، صار لي ساعتين عم برن على ماما التليفون وما عم بترد علي. مو عارفة ليش ما عم بترد علي. معقولة تكون زعلت؟ بس ليش تسأل؟ أنا ما عملت لها إشي. يعني التانية ماما عليها حركات، تيجي على المدرسة وجايبة معاها طنجرة ملوخية، يعني منطق يعني. خلص، أنا بعدين رح أرجع أحكي معها. هلأ بدي أروح أشوف ريتا خلصت نسخ ولا لا، لازم أروح أتأكد إنها نسخت الكتاب كله. أنا كتير مبسوطة من اللي عم بسويه بريتا. شو عم تعمل هاي هون؟ ريتا؟ لينا؟ شو واقفين تعملوا هون؟ آه سوسو، كنا عم نستناكي، في موضوع كتير مهم بدنا نحكي فيه معاكي، كنا رايحين عندك، سبحان الله إجيتي. موضوع مهم؟ شو هو؟ يلا خلصتي نسخ يا ريتا ولا عم تستهبلي؟ روحي انسخي إذا ما خلصتي. سوسو، في إشي كتير أهم من النسخ، أنتي قلتيلي إنك درستي في مدرسة اسمها جوتين، وبصراحة أنا وريتا اكتشفنا إنك كذابة، لأنه أنا سألت صديقتي وهي قالت لي إنه ما في ولا مدرسة باريس اسمها جوتين. إحنا بدنا نعرفه هلأ، ليش عم تكذبي علينا؟ فعلاً لينا معاها حق، إحنا بدنا نعرف كل إشي. ليش كذبتي باسم مدرستك؟ ومين أنتي؟ يلا جاوبينا، وما تقعدي تحكي لي نسخ وما نسخ، لأنه هاد أهم. شو؟ والله تجرأتي يا لينا وعم تحكي عني كذابة. يا غبية من كل عقلك رحتي تسألي عن مدرسة اسمها جوتين؟ أنتي ما فهمتي شو كان قصدي؟ لما قلتلك اسم المدرسة جوتين يعني عم بقولك ما تتدخلي فيي، يعني ما دخلك شو اسم مدرستي. أكيد ما في ولا مدرسة في العالم اسمها جوتين. أنتي أصلاً عارفة شو يعني جوتين بالفرنسي؟ جوتين بالفرنسي يعني بحبك. يعني معقول منطق أو عقلاً إنه في مدرسة في العالم يسموها جوتين؟ مو قادرة أصدق غبائك، شو بتحطي حالك بمواقف محرجة وسخيفة. بس يا سوسو، ليه ما بدك تحكي لي اسم مدرستك؟ لأنه ما دخلك، بكل بساطة هذا الشيء ما بيخصك شو اسم مدرستي. أو اسمعي، بدل ما قاعدة تسأليني شو اسم مدرستي، روحي اهتمي بالقط تاعي، لأنه محتاج يتريض ومحتاج أكل. يلا بسرعة تحركي وروحي حطي له أكل. حاضر. وإنتي يا ست ريتا، بدل ما تقعدي تهتمي بدروسك عملالي كونان وفاتحة تحقيق معاي إنتي والست لينا. أنا أسفة يا سوسو، بس بصراحة استغربنا كتير. على كل حصل خير، في أشياء أهم كتير من تقعدي تسألي عن اسم مدرستي، زي إنك تفكري بعرض الأزياء اللي رح يبلش كمان شوي. فكرتي فيه؟ آه يا سوسو، والله ما شكلك كاينة تفكري بعرض الأزياء. يا بنات يا بنات، شو واقفين تعملوا هون؟ يلا روحوا تجهزوا، العرض رح يبدأ. أكيد يا حضرة المديرة، بس عن إيش العرض اليوم؟ العرض رح يكون بدكم تلبسوا لبس سيدة أعمال ناجحة، بزنس وومن. أوه واو، أكيد رح نروح نتجهز. ريتا، ما بوصيكي، ركزي منيح بهذا العرض عشان تحسني علاماتك. أكيد أكيد يا حضرة المديرة، رح أركز كتير منيح. ممتاز، أنا هلأ حروح على مكتبي، عندي شغل وبدي أشوف أزياء حلوة بالعرض. يلا روحوا بسرعة تجهزوا. يلا يا ريتا عشان نروح على العرض، ما بدنا نتأخر. طيب يلا نروح، يا رب تتحسن علاماتي بهذا العرض، مع إني كتير تعبانة. انسي تعبك ويلا على العرض. أوكي. بسرعة لا تكوني بطيئة. أهياتني عم بسرع. يلا بسرعة، هيني هيني. يلا لازم نركز منيح ونتجهز. يا سوسو شو ألبس احكيلي؟ لا ما رح أحكي لك، لأنه المرة الماضية حكيت لك وساعدتك ولومتيني على خسارتك. بس أنا خايفة. أوه أنا هلأ بدي أروح ألبس وانتي ألبسي. أوف ما بدي أحكي لها أي إشي. يا الله كانوا رح يكشفوني. مو قادرة أصدق إنه لينا كاينة تسأل عني. هاي لينا مش قليلة أبدا. خلص خليني أركز في العرض هلأ. بدهم لبس سيدة أعمال، يعني لبس يكون رسمي مثل لبس الشغل أو الشركة، بس هذا مو حسا حلو، وهذا مش مناسب لسيدة أعمال، مثل كأنه لبس حفلة، وهذا مو حلو مثل كأنه لبس رجال. آه يا الله صعب، كيف سيدات الأعمال بيلبسوا أصلاً؟ أنا ما بعرف شكلهم. هذا حلو، حسا إنه سيدة أعمال بس بنفس الوقت أنيقة وكول، مو كتير رسمي. طيب هلأ لازم أجهز الشعر، تستريحة سيدة الأعمال.
يا الله، أي شعر أختار يكون مناسب لسيدة أعمال؟ هذا الشعر مو بعرف، حسه كتير كبير. هاد لا، مش حلو شكلي. هاد ما بعرف، الضفيرة حلوة بس وجهي من قدام صار شكله مو حلو. هذا حلو، هاي القصة كتير حلوة، طويل من قدام وقصير من ورا، بس شو أخلي لونه؟ أسود كتير غامق، أصفر. حلو الأصفر، رح أعتمد اللون الأصفر. وهلأ دوري المكياج، بدي مكياج يناسب سيدة أعمال، ما بدي مكياج يكون كتير تقيل ولا خفيف. هذا حلو، الروج الأحمر بوحي بالقوة. طيب إيش ضايل أعمل؟ الأظافر، بدي أظافر طويلة، بحب اللون الأحمر كتير في المناكير، فرح أختاره ومناسب مع ألوان مكياجي. حاسة إنه أظافري صاروا كتير حلوين، مقتنعة كتير باللوك. أهم إشي بلوك سيدة الأعمال الشنطة. أي شنطة أختار؟ حجرب أختار هاي، حلونها أسود. واو، شوفوا سيدة الأعمال اللي رايحة على الشركة وعندها ملايين. واو، خلصت بكير. حاسة اللوك كتير عاجبني، وحاسة إنه شكلي مثل سيدة أعمال حقيقية عندها شركة كبيرة ومعها فلوس كتير. أوه سوسو، لبسك مو كتير عاجبني. ريتا، ما بعرف، أنتي كمان لبسك مو عاجبني، لبسك مو مثل سيدة أعمال، مثل لبس بنراح فيه على الحفلة. كيف حفلة؟ طلعي الجاكيت رسمي تاعي، بس تطلعي الشورت كتير قصير، يعني وين سيدة أعمال بتروح على شركة بهذا المنظر؟ بالعكس، سيدة الأعمال المودرن هيك بتلبس. بصراحة يا سوسو، شكلك مثل مدرسة الرياضيات اللي درستني بصف خامس ابتدائي، أبداً ما شكلك مثل سيدة أعمال. هذا مدرسة الرياضيات تاعتك كاينة كتير على الموضة، هذا هو اللبس الرسمي المناسب للعمل، لبسك انت المو مناسب. على كل، هلأ لجنة الحكم بيشوفوا وبيحددوا مين اللي لبسها مناسب لسيدة أعمال ومين اللي شكلها زي معلمة الرياضيات. لنشوف يا بنات، جهزتوا؟ يلا العرض رح يبلش، يلا تحركوا، رح أحكم اليوم أنا في لجنة الحكم. شو؟ هتكوني من ضمن لجنة الحكم؟ يا ريتا يلا بسرعة. مو معقول، رح تكون المديرة بذات نفسها من لجنة الحكم. يلا يا ريتا خلينا نروح ونشوف شو رأيهم. يا الله، أنا متوترة كتير، المديرة كتير شديدة في التحكيم، وأنا خايفة إنه اللبس ما يعجبها، وهاي ريتا الزنخة وترتني بزيادة لما قالت لي إنه لبسي مثل مدرسة الرياضيات. معقول أكون خبصت وكان لازم ألبس لبس على الموضة أكتر مو هالقد رسمي؟ بس يعني وحدة سيدة أعمال ورايحة شركة بدها تلبس زي الشورت تاع ريتا ذهبي وحتى مكياج كتير؟ ما عمري شفت حدا بيروح الشغل هيك. سوسو، بسم الله الرحمن الرحيم، عم تحكي مع حالك؟ لا لا، شو عم بحكي مع حالي؟ ما عم بحكي مع حالي، بس هيك بغني كنت. بدي اروح على العرض. اوف، ما ازنخها كبست علي وانا عم بحكي مع حالي. يا الله، يا حرام، البنت اللي قبلي اعطوها الصفر. مو معقول، شكله اللجنة كتير قوية. رح أتمالك حالي وأشوف أي وقفة بدي أوقف قدام لجنة الحكم. لا هاي مو حلوة، هاي الوقفة مناسبة لسيدة أعمال. يا رب يا رب يا رب يعجبهم المظهر تاعي. 10. واو، هاي أعطتني 10. وأنا كمان يا سوسو بعطيكي 10. شكرا يا حضرة المديرة، شكرا. أنا كتير مبسوطة، المديرة واللي جنبها أعطوني 10. مش قادرة أصدق، شكرا كتير إلكم. يا ريتا، لبس قبلة الرياضيات جاب 10، خلينا نشوف اللبس تاعك قد ايه رح يجيب. يلا روحي. طيب رح اروح. يا ترى قديش رح يعطوها؟ لازم اروح واشوف قديش اخذت ريتا. خليني، عملوا لها وجه انه لبسها مقرف، مو معقول، واشوف قديش رح يعطوها رقم. اعطتها 1. يا حرام، 1 بس ليش 1؟ يعني على الأقل أعطوني علامات على المكياج أو أي شي. لبسك مو مناسب أبداً لسيدة أعمال، حتى الشنطة، شوفي الشنطة اللي أنتي حاملاها، هاي الشنطة مو رسمية. بس خلاص بدون نقاش. يا ريتا، بدي أقعد أنا وأتفرج عليها كيف هي مصدومة،
مسكينة لسه بتحاول تقنع لجنة الحكم. أوه يا سوسو، كل التمارين والرياضة اللي عملتي لي إياها وهيتني ما استفادت إشي. والله هاي مشكلتك، أنا مو عارفة شو خاطر عبالك تلبسي الشورت لونه ذهبي. سوسو يا سوسو، أنا كتير مبسوطة منك، هاي تالت مرة تجيبي 10 في عرض الأزياء، هاي الشغلة كتير كبيرة، تستحقي عليها حفلة تكريم. اليوم رح نعمل لك حفلة كبيرة بالمدرسة ونكرمك لأنك طالبة متفوقة. عن جد يا حضرة المديرة؟ شكرا كتير إلك، هذا كرم كتير منكم. يلا روحي تجهزي للحفلة لأنها رح تكون كتير كبيرة وحنعزم كل المدرسة عليها عشان البنات يتشجعوا يصيروا مثلك. شكرا يا حضرة المديرة، رح أتجهز. وإنتي يا ريتا، شو هاد؟ شو هالمستوى هاد؟ شو هاللبس اللي لابسة؟ يا حضرة المديرة، أنا طول اليوم أعمل رياضة وكتير تعبت وكان مفروض أجيب علامة. هلأ إحنا داخلين على مسابقة جمباز مثلاً؟ شو رياضة ما رياضة؟ ركزي يا ريتا، الله يرضى عليكي، ما بصير هيك. طيب يا حضرة المديرة، بوعدك أتحسن. ضروري، ولا رح تنطردي من المدرسة، هاي مو مزحة. أنا هروح هلأ، بدي أجهز الحفلة. شكرا يا حضرة المديرة. أوه مو قادرة أصدق، رح يعملوا لي حفلة تكريم بالمدرسة. باي ريتا، بدي أروح أتجهز. أوه لازم أتجهز للحفلة، واو رح أكون أنا نجمة الحفلة وهيحكوا عني إني أنا الطالبة المتفوقة. بس أنا بدي أريح وجهي شوي من المكياج قبل الحفلة، لأنه من وقت ما صرت برو أنا دايما حاطة مكياج على وجهي وحاسة بشرتي تعبت، وما بدي بشرتي تكون تعبانة بالحفلة. هروح على الحمام وأمسح كل المكياج وأغير كل إشي وأرجع لطبيعتي شوي، لأنه عن جد تعبت من كتر المكياج. وأخيرا مسحت المكياج، ما أظن حدا يدخل على الحمام هلأ ويكبس علي، بدي أحط شوية كريمات على بشرتي بسرعة. بينما كانت سميرة بتتجهز نسيت موضوع أمها تماما. أنا مو مصدقة قد بنتي متغيرة، مو قادرة أصدق إنه هاي بنتي سميرة اللطيفة الحنونة هيك تحكي معي. مستعرية مني طبعا، صارت عارضة أزياء مشهورة وهلأ أنا بطلت قد المقام. أوه بدي أروح أكل لي إشي، بركي نسيت حزني وهمومي. أوه شو أكل يا ربي، شو أكل؟ مش عارفة حتى شو أكل. خليني أفتح الثلاجة أشوف إيش في إشي. مو قادرة أصدق سميرة قديش تغيرت، مو قادرة أصدق هاي بنتي الصغيرة اللي كانت دايما تلعب معاي وتحبني هلأ صارت مستعرية مني. شو هاي التلاجة اللي بتعمل اكتئاب؟ فيهاش ولا إشي زاكي، شكله لازم أطبخ إشي. رح أشغل الفرن، هستنى الفرن يحمى بعدين هحط فيه دجاجة. هلأ رح أكل هاي البيتزا المقرقدة القديمة اللي في التلاجة، شكلها حزين مثلي. حاطف عليها وأكلها. ما بدي أسخنك. يا الله مالي مسطولة على الآخر، نسيت أسكر الثلاجة. رح أسكر الثلاجة وأسكر الفرن، بس يحمى الفرن رح أحط فيه الدجاجة أشويها وأكلها لحالي. بدي أروح هلأ أرتاح شوي، أنا طول الليل ما عرفت أنام وأنا أفكر بسميرة. أنا مشتاقة لسميرة بس هي طلعت مش مشتاقة لي، ولا بدها تشوفني ولا حتى مشتاقة لملوخيتي. بدي أتمدد شوي على التخت أريح ظهري، كتير زعلانة ومتضايقة مو قادرة أضل أفكر. نعسانة. شو هاي الريحة الغريبة؟ شو هاي الريحة؟ يا لطيف شو هاد؟ ليش البيت عم يحترق؟ ليه؟ يا لي أنا نسيت الفرن والع ونمت. يا ناس ساعدوني، حريقة ساعدوني ساعدوني، حريقة ساعدوني أرجوكم، وين أروح بحالي؟
مش قادرة أتنفس. ساعديني أرجوكي ساعديني. لا تخافي أنا رح أطفي الحريق كله، هلأ جاي سيارة الإطفاء والإسعاف، لا تخافي رح نساعدك، اتمسكي شوي رح أطفي النار. سهالي رح أموت مش قادرة. أوه يا لطيف كتير النار في كل مكان، لازم أطفيها بسرعة. أنا طلبت المساعدة، يا رب ما يطولوا، رح أطفي كل إشي بسرعة. أنا خايفة هاي الست تكون ماتت، نفسها كتير ضيق وما عم تتنفس منيح وبطلت تحكي. يا إسعاف تعالوا بسرعة، أنا عم بطفي المكان. الحمد لله قدرت أسيطر على الحريق، إحنا إجينا. أوه يا الله شو مالها؟ أوه شكله كتير تأخرنا، لازم ناخدها بسرعة على المستشفى ونكلم أفراد عائلتها، لأنه شكلها ماتت أو احتمال تموت. أوه هياتني أخذتها، لازم أروح فيها على المستشفى بسرعة ورح أتصل بأفراد عائلتها. يلا بسرعة نحطها بسيارتنا، ما في وقت نستنى الإسعاف. أوكي أوكي هيني جاي أخي، كتير تقيلة كتير تقيلة، شو ماكلة أنتي؟ أوه مش قادرة أحملها كتير تقيلة. مين عم بتصل فيي؟ ألو أنتي سميرة؟ أنا سميرة. بدنا نخبرك إنه بيتك احترق وأمك بحالة خطرة كتير. شو؟ بيتي احترق؟ ياريت تيجي فورا. يا الله مش قادرة أصدق، مش قادرة أصدق، البيت احترق وماما في البيت. يا ترى ماما شو بالها؟ رجلي مو حامليني، لازم أروح بأسرع ما عندي هالبيت. يا حضرة المديرة، يا حضرة المديرة. شو مالك؟ إيش في يا سميرة؟ إيش في؟ أنا بيتي احترق وماما بحالة خطيرة. أوه طب اسمعي خليني أوصلك على بيتك. هلا ما في وقت، بدي أروح بأسرع ما عندي، أنا ما هحضر الحفلة. سميرة استني خليني أوصلك على بيتك. مش قادرة. سميرة استني يا سميرة. سميرة شو عم تعملي هون؟ مش فضيالك يا ريتا. خايفة عماما كتير، خايفة يكون صار لها اشي بالحريق، هم ما حكولي ولا اشي، الله يستر. يا حضرة المديرة مالها سميرة؟ ليش عم تركض؟ وين سوسو؟ رح تبلش حفلتها، ليش ما اجت على الحفلة؟ مالك يا ريتا، مرات عن جد بحس انه مخك ماله اشي، سميرة هي نفسها سوسو. ايش؟ مش معقول سميرة هي نفسها سوسو؟ مستحيل. لا مو مستحيل، سميرة هي نفسها سوسو، بس سوسو هو النيك نيم تاعها، عادي جدا كل العارضات بيحب يكون لهم نيك نيم. بس هي مالها؟ ليش عم تركض؟ يا حرام بيتها احترق. بيتها احترق؟ مسكينة، انا بدي اروح اعمل اتصالاتي عشان اطمن عليها وعلى امها. خلص بشوفك بعدين، الحفلة اكيد رح تتأجل بهاي الظروف. طيب يا حضرة المديرة طمنيني. اكيد اكيد بطمنكم. مسكينة يا الله، يا رب ما يكون صار لأمها إشي. أوه يا ربي مدته أنا أطعمي القط تاع سوسو. يا ريتا بسم الله الرحمن الرحيم، مالك هيك واقفة زي المجانين؟ مالك؟ بسم الله عليكي ليش سرحانة؟ يا لينا في إشي بيطير العائلة منيح ما أنجن. شوفي شو صاير، احكيلي احكيلي بسرعة شو صاير، منظرك مو طبيعي ولونك أصفر. اسمعي تعالي نقعد، لأنا عن جد رجلي مو حامليني. غريب ما لها ريتا. طب شو احكي انا اللي صار لي ساعتين عم بطعم القط الشره تاع سوسو. يا ريتا استنيني استنيني، وين راحت هاي؟ هيها قاعده هون. مالك شو في وليش هيك قاعده وتعبانه؟ شو يعني كانه انت اللي كنت تطعمي القط؟ لا يا لينا مو ناقصاكي، هلا تخيلي انه سوسو هي نفسها سميره. شو مستحيل، انت عن جد في مخك اشي، سميره طلعت من المدرسه من زمان، مستحيل سوسو نفسها سميرة، في فارق شاسع بالشكل. المكياج، وما أدراكي ما المكياج وقديش بخفي بالملامح. لا هي نفسها، شفتها بدون مكياج. معقول؟ بس وينها؟ وينها؟ خليني آكلها أكل. بحكي لك بيتها انحرق وراحت تشوف الحريقة. وبيتها انحرق كمان؟ شو هاد كله؟ ولا الأفلام الهندية؟ فعلا أنا مو قادر أستوعب أي إشي، لازم نستنى ترجع على المدرسة ونفهم منها. يا ربي مسكينة، بس إذا بيتها انحرق
فعلا إشي كتير سيء، مش قادرة أعصب منها ولا أحزن عليها ولا إيش نعمل، بس لازم نفهم منها. يتبع في الحلقة القادمة. في الحلقة الجاي رح نشوف شو صار مع أم سميرة وشو ردة فعل سميرة لما توصل وتشوف بيتها محروق. إذا بدكم تعرفوا كل هاي الأحداث اشتركوا في قناة A&Y Games وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم إشعار متى رح تنزل الحلقة الجاي. وإذا عجبكم الفيديو عملولي لايك وأشوفكم بفيديو تاني. باي باي.